الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في مدينه محمديه. في هذه الوقت هذه كاينه واحد الحاله ديال حادثه السير اللي وقعت بالقرب من الكابي، تقاطع شارع ديال القاضي التازي على مستوى القلعه ديال الكابي. حادثه السير اللي وقعت ما بين جوج ديال السيارات، ومن بعد منها صابت واحد السيدة، ولكن السائق ديال هاد السيارة حالة فرار. ما عرفناش واش فرار متعمد أو لا فرار من أجل السلامة، من أجل الحفاظ على السلامة ديال نفسه. هادي تسبب في واحد النوع من العرقلة من السير. تتواجد دائما بشارع القاضي التازي والتقاطع مع شارع المقابي. للاسف ما عرفت السميه ديال الشارع، ما عرفتوش. حادثة سير بين جوج ديال السيارات، مما ادى الى اصطدام واحد السيده، لكن صاحب السياره حالة فرار او لا، ربما انه مختفي عن الانظار تفاديا لوقوع اي شيء اخر، او لا ربما باش ما يسببش مشاكل اخرى. ودائما هي مجرد حادث حد الساعه. حضور رجال الوقايه المدنيه اللي حملوا السيده اللي وقعت عليها الحادثه المستشفى مولاي عبد الله. الحمد لله موسى ودي السيدة كانت واحد السيدة مع الشارع القاضي التازي مع الشارع عبد الله بن ياسين، كيتصادم مع السيدة هذه وكيدير بالفرار. وحنا خويا هذه البلاصة هذه راه يوميا 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 كنعيشوا هنا الحوادث هذه البلاصة هذه يوميا. وعين خويا ما نحطوا الطلبات، وعين ما نحطوا الشكايات في هذه البلاصة. وقعت شي حاجة خطيرة هنا. وقعت حاجة خطيرة لأن المرأة جاية هنايا بالكوسيف ديالها بوليداتها، وكتلاقى طاكسي مع 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 سيارة الأجرة، وحنا اللي كنجبدوا الوليدات من تحت الطوموبيل. واحد مات في البلاصة، داو تما، والسيدة راه داتها تعتقلات، والشيفور ديال الطاكسي تعتقل، وراه خرجناه بكفالة من عند وكيل الملك. وحنا مازال كنعيشوا هادشي حتى كنشوف يوميا. وقعوا الحادثة ديال اليوم شنو كان فيها بالضبط؟ الحادثة ديال اليوم اخو السيدة طالعة في الطريق، السيد ما ماركا ستوب، خرج من هنايا تلاقات هي وياه، ولكن هو راه مشى بالفرار وهرب. هرب بالفرار يعني النمره ديالو، يعني ما كاينش اصابات جسديه. كاينه اصابه ديال السيده راه معتره، دات الاسعاف، شات مع الاسعاف، شات مع الاسعاف، والسياره هي ديالها هنا، والسيد راه بالفرار. وحنا راه عطينا النمره ديالو للسلطات وكنتسناو خويا. يعني هذه المداره هذه هنا ولا هذه المدار التقاطع هذا كيتعد شويه خطير. واعر واعر بزاف هذا المدار هذا، قد خاص شي فيروز، خاص شي فيروز ولا شي روبو، المهم يديروا حل هادشي. كاينه علامه ديال القيف على المستوى ديال القاضي التازي، لا ولا من هاد الجهه، ولكن ما كيحترموهاش. كاين بنادم براني ما كيعرفش، ولكن اذا كانت فيروجات هنا راه بنادم الا عنده الحمر راه غادي يوقف. نعم. والا سواء من هاد الجهه ولا من هاد الجهه. لا لا لا، كاين في البرنوسي ما صعب من هاد العقبه. كاين ما صعب في القدس، في المسجد ديال في القدس راه كاينه عقبه اكثر من هذه وفيها فيروس. وهنا في المحمديه خويا هاد الناس ما بغاوش يخدموا. كنا درنا طلب هنا ودرنا حنايا كسياره اجره كبيره، حطينا لان حنا كنعانيو، حنا راه كنتقاسوا هنايا، ما داروا معنا والو، راه باقي كل شي واحد ما بغى يدير شي حاجه. شكرا خويا. سي موسى بارك الله فيك، كما سمعتوا الحادثه كانت ما بين السيارات، السيده اللي سايقه هي اللي تعرضت للحادث، يعني توعتات، نقلوها للمستشفى. بالنسبه لصاحب السياره الاخرى لاذ بالفرار،
ما عرفناش، ربما عنده مشكل ديال الوراق، ربما تخلع، او لا ربما يكون مشى سلم نفسه دابا حاليا للدائره وحنا ما عارفينش. كتبقى دائما المساله ديال ان هذا التقاطع هذا هو تقاطع خطير كيشكل خطوره على مستعملي الطريق، سواء اللي جايين على مستوى قاضي تازي او لا عبد الله بن ياسين، حتى هو خطير. عبد الله بن ياسين باش نذكروا الساده المشاهدين هي طلعه ديال كادي، هنا هاد الخطوره هذه كتجلى ان هاد الطريق هذه كثير فيها حركه ديال السير، هاد الطريق هذه كتكون فيها بزاف ديال الحوادث، كاينه حوادث مميته وقعت هنا، لهذا كنطالبوا المجلس الجماعي وكذلك اللجان والجهات المختصه على انها تاخذ بعين الاعتبار هذه المساله هذه ويخرجوا يديروا واحد البحث، يديروا واحد اللجنه الا كيستحق البلاصه يدار فيها مثلا الاشارات الضوئيه يديروها. لكن ما كتشوفوا دابا غير مجرد حديثه، شوف هنا كيوقع واحد النوع ديال الاختلاط، واحد النوع ديال الدربكه اللي كتلون هذه الطريقه هذه.